نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من حصاد الأسبوع، أهلا بكم. الرئيس السيسي يبحث التعاون الثنائي بين مصر وغانا في مجال التجارة والاستثمار. الصحة تطلق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا. مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج. الإمارات والمالديف تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وإليكم تفاصيل النشرة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير أنان كاتو المبعوث الخاص رئيس جمهورية غانا، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تناول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وغانا في مجالي التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع جائحة كورونا، وذلك دور مصر في مساندة جهود غانا في التنمية من خلال نقل تجربتها التنموية الشاملة. أطلقت وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا. المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة الأكسجين في دم المرضى، وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة تابلت لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك على هامش فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة لمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم أهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات بالعمل بالوقود المزدوج، وإيمانا بالأهمية النسبية لمحور توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر ودعم عمليات التصدير. بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد النهيان مع رئيس المالديف إبراهيم محمد صالح العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما بحث الموضوعات في محل الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، إضافة إلى مستجدات جائحة كورونا في البلدين والعالم والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التصدي للفيروس. انتهى حصاد الأسبوع اليوم، قدمتها لكم زينب مصطفى، تحياتي لكم.